سؤال من أحد المستمعين يقول: هل هذه العبارة حديث أم لا؟ نوم الصائم عبادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فذكر هذا الأثر مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال، كل ما يستعان به على طاعة الله عز وجل فإنه يكون عبادة، ما يستعان به من المباحات على طاعة الله عز وجل فإنه يكون عبادة. ومن ذلك النوم، إذا قصد به الصائم حفظ صومه من الغيبة والنميمة، أو قصد به الاستعانة على قيام الليل، فإنه يكون عبادة لله عز وجل، لأنه يعين على عبادة الله. نعم.